بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ابناء الطلاب في درس جديد من دروس التربية البدنية والدفاع عن النفس نتحدث بإذن الله عن وحدة الصحة واللياقة البدنية سوف نتحدث عن عناصر اللياقة البدنية أو عنصر من عناصر اللياقة البدنية مرتبطة بالصحة وهو القوة العضلية وكذلك أحد عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء وهو عنصر السرعة سوف نتعرف على القوة العضلية نتعرف على أهمية القوة العضلية وكيفية وطرق تنمية هذه القوة العضلية وأيضا نتعرف على السرعة كيفية تطوير السرعة من خلال ممارسة بعض التمارين التي تؤدي إلى تطوير السرعه ومن ثم تطوير عناصر اللياقه البدنيه بشكل عام دعونا نسترجع ونكرر ايضا موضوع درس اليوم سوف نتحدث فيه عن القوه العضليه بالنسبه للصف الاول متوسط وايضا عن السرعه كاحد عناصر اللياقه البدنيه دائما ما تعودنا درس التربيه البدنيه والدفاع عن النفس نبدا بتمارين الاحماء تهيئه الجسم لممارسه النشاط البدني ايضا رفع مستوى اللياقه البدنيه من خلال ممارسه هذه التمارين نبدا يا ابطال مع بعض كون لابسين اللبس المناسب توفر عامل الأمن والسلامه ايضا المكان مناسب لممارسه هذه التمارين وراح نبدا بالمشي الخفيف في المكان نستمع ايضا للتعليمات أثناء عملية المشي ممكن داخل القاعة أو داخل الغرفة أو حتى في فناء المنزل أينما كنت تشاهد هذا الدرس ممكن تقوم بالمشي الخفيف في المكان وتستمع إلى التعليمات أثناء المشي الخفيف في المكان دائماً نتدرج في أداء التمارين نهيي الجسم بشكل تدريجي حتى نصل إلى مستويات أو تمارين أعلى شدة نلاحظ في المشي في المكان حركة الذراعين أيضاً بجانب الجسم. حاولت رفع الركبتين عاليا كذلك اثناء المشي في المكان دائما من ثلاثين الى اربعين ثانيه قد نصل الى دقيقه ايضا ودائما تمارين الاحماء اذا كانت درجه حراره الجو منخفضه قوم بزياده فتره الاحماء والعكس اذا كانت درجه الحراره مرتفعه فيكون هناك تقليل في فتره الاحماء بالنسبه لممارسه النشاط البدني انتهينا من المشي الخفيف في المكان راح ننتقل للتمرين التالي جري خفيف في المكان ما ترفع ركبتين عاليا حركة الذراعين أيضا بجانب الجسم أثناء الجري في المكان نبدأ يا أبطال واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر نكمل يا أبطال واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر نكمل واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ونريح ناخذ نفس شهيق وزفير شيء خفيف في المكان استعد نتهيأ ايضا للتمرين التالي نقوم بعمل بعض التمارين ممكن بدون استخدام الادوات ايضا ممكن نستخدم الادوات اثناء ممارسه هذه التمارين حسب توفرها في المنزل نلاحظ تمرين الوثب فتح ضم القدمين حركه الذراعين ايضا فوق الراس باستمرار ونبدا يا ابطال واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمانية تسعة عشر واحد، اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمانية تسع عشر، احسن يا ابطال واحد، اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر، واحد، اثنين ثلاث خمس ست سبع ثمان تسع عشر ونريح ممتازين يا شباب ناخذ نفس شهيق وزفير ماشي خفيف في المكان نعمل بعض تمارين إطار من خلال ضم القدمين بجانب بعض محاولة النزول للأسفل محاولة لمس أصابع القدمين من خلال ثني الجذع أماما نعمل تمرين اطار العضلات الفخذ الخلفية كنا أيضا ننوع في أداء تمارين الإطالة بحسب ما أخذناه أيضا في الدروس السابقة، وأخذ مجموعة من التمارين وعملها أيضا في فترة الراحة ما بين التكرارات. انتهينا من التمرين الثاني، أو نعيد ونكرر نفس التمرين يا أبطال مع بعض واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تس عشر. نكمل يا أبطال، واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تس عشر. ممتازين يا أبطال، ريح. مشي خفيف في المكان، ممكن أيضاً تناول كميات بسيطة أو كميات خفيفة من السوائل، تعويض ما يفقد الجسم من سوائل أثناء ممارسة النشاط ومشي خفيف في المكان نظم عملية النفس راح ننتقل أيضا للتمرين التالي نشاهد من خلال ثاني الجذع أماما محاولة لمس القدم اليمنى باليد اليسرى والتبديل كذلك للجهة الأخرى باستمرار بأداء هذا التمرين نبدأ يا أبطال مع بعض واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تس عشر واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تس عشر نكمل يا ابطال واحد ثنين, ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تس نريح ناخذ نفس شهيق وزفير نستعد نتهيأ ايضا للتمرين الاخير، لدينا تمرين تقويه لعضلات البطن من خلال الاستلقاء على الظهر ووضع الكفين ايضا اسفل الجسم، مد الرجلين للامام لا يكون هناك ثني للركبه تكون الركبه ممدوده بالكامل وعدم ملامسه الارض اثناء اداء التمرين. واحد، اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمان تسع عشر ضيح استرخاء كامل على الظهر فرد الذراعين بجانب الجسم فرد القدمين ايضا للامام واخذ راحه واسترخاء كامل اخذ نفس ممكن ايضا نعمل بعض تمارين الاطاله لعضلات البطن اثناء فتره الراحه راح نرجع ونكرر نفس التمرين مجموعه اخرى دائما نتدرج ممكن اداها ست او ثمان عدات داخل مجموعة الواحده الى الوصول الى عشرين عده داخل المجموعه الواحده نرجع نكرر نفس التمرين يا ابطال مع بعض واحد اثنين، ثلاثة، اربع، خمس، ست، سبعة، ثمان، تسعة، عشر، واحد، اثنين، ثلاث، اربع، خمس، ست، سبعة، ثمان، تسعة، عشر. ريح على القدمين قف ناخذ نفس احنا بكذا نكون انتهينا من تمارين الاحماء للدرس اليوم تعالوا خلونا نتعرف على موضوع درس اليوم مثل ما ذكرنا لكم راح نتحدث فيه عن القوه العضليه كاحد عناصر اللياقه البدنيه المرتبطه بالصحة تحت مسمى اللياقة العضلية الهيكلية وكذلك نتعرف على السرعة كأحد عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء القوة العضلية هي اقصى قوة يمكن ان تنتج عن وجود عضلة واحدة او حتى مجموعة كبيرة من العضلات التي توجد في الجسم، تكون خلال عملية الانقباض العضلي اللا ارادي وتكون عن طريق عملها مرة واحدة كحد اقصى، هذا ما يقصد بالقوة العضلية مثل ما نشاهد في الصورة انتاج اقصى قوة طريق مجموعة من العضلات ورفع الوزن للأعلى وعودة ووضع أو وضع الثقل مرة أخرى على الأرض كإنتاج لأقصى قوة أثناء رفع هذا الثقل العوامل التي تؤثر في إنتاج القوة العضلية لدينا مجموعة الوحدات الحركية التي يتم تنشيطها أيضا حجم العضلة يؤثر في إنتاج القوة العضلية وسرعة الانقباض العضلي سواء خلايا سريعة الانقباض او خلايا بطيئة الانقباض وطول العضلة ايضا قبل تنشيطها وكذلك العمر واخيرا الجنس سواء ذكر او انثى وهذه كلها تؤثر في انتاج القوة العضلية. القوة المميزة بالسرعة ايضا من من القوة العضلية وهي قدرة العضلة على الانقباض العضلي في اسرع وقت ممكن، هذا ما يعرف بالقدرة العضلية وهي قدرة على الانقباض العضلي في اسرع وقت ممكن. اذا قوة زائد سرعة في نفس الوقت، قوة مميزة بالسرعة في هذه او في تحت هذا الموضوع. امثلة عليها لدينا العدو والرمي والتصويب في كرة اليد وكرة القدم وغيرها من الالعاب. ممكن نشاهد قوة وسرعة اثناء عملية التصويب. ايضا قوه وسرعه اثناء العدو 100 يعني متر او 200 متر قوه وسرعه اثناء عمليه الجري او حتى الرمي في رمي الرمح نشاهد قوه في الرمي وسرعه كذلك لاداء الرميه بشكل جيد هذه ما يعرف بالقوه المميزه بالسرعه او القدره العضليه يمكن استخدام تمارين مثل الوثب الطويل بالقدمين من الثبات للامام والخلف ومن الخلف للامام ورمي الكرات الطبيه ايضا من الثبات للامام والخلف هذه تساعد في تنميه القوه المميزه بالسرعه. تحمل القوه وهي قدره اجهزه الجسم على مقاومه التعب اثناء المجهود المتواصل مثل السباحه والتجديف والجمباز والجودو والمصارعه، نلاحظ هناك تعب ومجهود متواصل قدره اجهزه الجسم على مقاومه هذا التعب والاستمرار في الاداء. يعتبر تحمل للقوه. يمكن تطوير تحمل القوه باستخدام تمارين الجري بحمل اكياس رمل على الكتفين بوزن يشكل 25% الى 30% من وزن جسم اللاعب. بعض التمارين زياده القوه العضليه نشاهد بعض التمارين تؤدي لزياده القوه العضليه وبعضها ايضا للتحمل العضلي، بعض التمارين نؤديها في تمارين الاحماء ممكن ايضا نستخدم الادوات البديله كانت تتوفر في المنزل، ممكن نستخدم الكرسي كذلك في تنميه وزياده القوه العضليه، وممكن ايضا ادائها باستخدام وزن الجسم فقط بدون استخدام ادوات، وهذا يساعدنا في تنميه وزياده القوه العضليه. اهم ما يجب مراعاته لتحقيق معيار السلامه التوقف عند ملاحظه اي تعب او اجهاد، مراعاه تناسب الاوزان والكرات الطبيه مع مستوى قوه عضلاتك مهم جدا حتى لا يكون هناك حدوث اصابه عندما تكون الاوزان اعلى من مستوى مستواك وقدراتك قد يحصل لك اصابه نتيجه هذا التمرين، لابد ان تكون الكرات الطبيه او الاوزان التي تستخدمها مناسبه لمستواك اذا كنت مبتدئ او متوسط او حتى محترف في ممارسه هذه التمارين، لابد ان تراعي وتهتم لمناسبه الاوزان والكرات الطبيه لمستوى قوه عضلاتك. ملاءمه شده التدريبات مع قدرات الطلاب كذلك الذين يعانون من امراض مزمنه مثل السكري، فقر الدم وضيق التنفس، لابد ان نراعي شده التدريبات مع هؤلاء الفئة طرق قياس القوة العضلية لدينا تمرين الضغط البوش اب هو احد التمارين الذي يرتكز بالاساس على ثقل الجسم مقدرته على مقاومة جاذبية الارض وذلك بانزال الجسم نحو الارض ثم الرجوع الى الحالة الاولى التي كان عليها. تعتبر الذراعان في هذا التمرين ركائز اساسية في ممارسة العملية. هذا يكون من خلاله قياس القوة العضلية لعضلات الصدر والذراعين. ايضا لدينا تمرين العقله كذلك هو احد التمارين التي يمارسها الكثير من الاشخاص من اجل جسم اقوى وعضلات سليمه وهو من التمارين المبسطه والبسيطه والتي لا تحتاج الى ادوات اخرى معقده يمكن ايضا من خلالها قياس القوه العضليه بالنسبه للفرد. ايضا من طرق قياس القوه العضليه لدينا جهاز الدينامومتر لقياس قوه عضلات الفخذين. والظهر مثل ما نشاهد في الصوره وطريقه استخدامه من خلال سحب مقبض اليدين نحوك باقصى قوه ومعرفه المستويات من خلال ما نشاهده باللون الاحمر اقل من 170% يعتبر منخفض واكثر من 260% يعتبر عالي بالنسبه لقياس القوه العضليه لعضلات الفخذين والظهر كذلك لدينا جهاز دينامومتر لقياس قوه القبضه وهذا يعطينا الدلاله على القوه العضليه للعضلات الساعد واليد يمكن من خلاله تعديل مكان وقياس القبضه لتتلائم مع حجم اليد ايا كان ويتم اخذ عده قياسات سواء اليد اليمنى او اليسرى مع اخذ راحه كافيه بين كل قياس واخر وايضا لدينا طريقه اخرى تسمى بالتكرار الاقصى ويتم اختيار الوزن القريب من الاقصى ولكن ليس الاقصى الذي يمكن للمفحوص التغلب عليه. إتاحة وقت للراحة مهم جدا بين كل محاولة وأخرى. عنصر السرعة، هذا العنصر الثاني أيضا سنتحدث عنه في درس اليوم، عنصر من عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء، مهم جدا معرفة عنصر السرعة، طريقة تنمية عنصر السرعة والعمل على تنميته وتطويره من خلال ممارسة بعض التمارين السرعه هي سرعه الانقباضات العضليه عند اداء حركي معين هي عامل مهم في كثير من الرياضات مثل العدو سباحه المسافات القصيره وتدخل ايضا في العديد من الرياضات الجماعيه ككره القدم والسله واليد وكذلك الفرديه هنا بعض الرياضات التي تعتمد على السرعه رياضه العدو السباحة لمسافات قصيرة والرياضات الجماعية ككرة القدم والسلة واليد وغيرها وأيضا الرياضات الفردية ككرة الطاولة والتنس الأرضي وألعاب القوة وغيرها من الرياضات الفردية العوامل التي تعتمد عليها السرعة لدينا تطور نسبة الخلايا البيضاء سريعة الانقباض في العضلات إلى الخلايا الحمراء بطيئة الانقباض كلما زادت تلك النسبة زادت السرعة إذا لابد تكون تطور نسبة خلايا البيضاء وهي سريعة الانقباض وتؤدي إلى تنمية وتعتمد أيضا عليها السرعة أثناء عملية الانقباض طرق تنمية السرعة من خلال تدريبات السرعة المختلفة العدو لمسافة 30 إلى 40 إلى 50 مئة متر أو حتى من خلال ممارسة بعض الألعاب الجماعية والفرديه، هذا بالنسبه لطرق تنميه السرعه. انواع السرعه: لدينا سرعه الانتقال وهي السرعه القصوى يقصد بها سرعه التحرك من مكان الى اخر في اقصر زمن ممكن. كذلك لدينا سرعه الحركه وهي سرعه الاداء وتتمثل في انقباض عضله او مجموعه عضليه لاداء حركه معينه في اقل زمن ممكن. سرعة رد الفعل وسرعة الاستجابة وهذه تعتبر سرعة التحرك لاداء حركة نتيجة ظهور موقف او مثير معين ومهم جدا ايضا تنمية سرعة رد الفعل وهناك ايضا تمارين تؤدى لتنمية سرعة رد الفعل وسرعة الاستجابة وتطويرها، هذا بالنسبة لانواع السرعة وطرق تطوير السرعة كذلك و أيضا بعض التمارين التي تؤدي إلى تنمية السرعة مثل تنمي ما ذكرنا سرعة الانتقال سرعة القصوى وسرعة الحركة وهي سرعة الأداء وسرعة رد الفعل وهي عند ظهور موقف أو مثير معين طرق قياس السرعة يتم قياسها من خلال درس التربية البدنية والدفاع عن النفس بحساب الزمن الذي يستغرقه الطالب لقطع مسافة خمسين متر ويتم حسابها بالتوقيت بالساعة وأيضا حساب الزمن الذي استغرقه في قطع هذه المسافة بكذا احنا انتهينا من درس اليوم تعرفنا على القوة العضلية كأحد عناصر اللياقة البدنية مرتبطة بالصحة وكذلك السرعة كأحد عناصر اللياقة البدنية مرتبطة بالأداء وكلها يجب العمل على تنميتها وتطويرها وايضا ممارسه بعض الانشطه البدنيه التي تؤدي للمحافظه على هذين العنصرين وتنميتها وتطويرها بشكل جيد. في النهايه نشكر لكم حسن استماعكم وباذن الله نلتقي في درس قادم.